العمل في المجال الطبي للسيدات له خصوصية، حيث أنا يعني عملنا في المجال الصحي في العمل في المستشفيات بشكل خاص. يعني يعرض الطبيبة للغياب عن بيتها لفترات طويلة، طبعا مناوبات ليلية، العمل تحت ضغوطات شديدة لأنك تتعامل مع حالات خطرة، تتعرض للنزيف، للعمليات، دخول عناية مركزة، متابعة المرضى متابعة حثيثة، تركيز دقيق. أيضا التحديات الإنجاز العلمي، يعني يتطلب مذاكرة، حفظ، التحاق ببرامج تدريبية، امتحانات. الحمد لله أنا أم لخمسة أطفال، ثلاث أولاد وبنتين. الحمد لله أولادي يعني كلهم متفوقين في الدراسة. لدي ابن الآن أنهى امتحانات الثانوية العامة وفي انتظار النتائج إن شاء الله، متوقعين إن شاء الله يحصل على مجموع ممتاز. يعني شيء بيساعد على الإنجاز يعني موافقة بين العمل والبيت هو تنظيم الوقت والتخطيط المسبق. أنا كأحد الطواقم الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية كنا في مواجهة طبعا العديد من الأمور الطارئة اللي استجدت يعني على عملنا كمواطنين في محافظات غزة. تعرضنا للعديد من الحروب، يعني من بداية الاجتياحات في 2006، الحرب 2008، 2011، 2014، الحرب الأخيرة في 2021. طبعا كنا في الميدان، كنا نستقبل الإصابات وحالات الطوارئ، كنا نكون على رأس عملنا، وكنا يعني صراحة نستودع عائلاتنا وأطفالنا. الحمد لله يعني كان الموفق رب العالمين انه يعني ربنا يطمننا على اولادنا واحنا في الشغل. مرت الوزاره بموجه الوباء الخاص بكوفيد 19، وكنا ايضا من الطواقم اللي واجهت هذا الوباء في عملنا في المستشفيات. طبعا يعني كنا في الخطوط المتقدمه في مواجهه هذا الوباء، يعني واحتماليه أن نصاب بهذه العدوى أو ننقل هذه العدوى لعائلاتنا. نعمل في الميدان دون انتظار أي جوائز أي مكافآت. الوزارة طبعا لا تقصر، يعني الوكيل دائما يبعث لنا برسائل شكر ويعني يتابع معنا بنفسه على المجموعات. هذا أكبر تكريم لنا. التحديات كبيرة، قد تكون كبيرة صحيح، لكن أملنا في نسائنا الفلسطينيات ذوات العزيمة الحديدية التي تصدت لكثير من الصعوبات في حياتنا. يعني في فلسطين لها خصوصية بتعرضنا يعني للحروب والشهداء والجرحى والأسرى، فسيداتنا عندهن يعني من العزيمة ما يكفي إن شاء الله لصهر كل هذه التحديات. أنصح الأخوات بالتسلح بسلاح العلم. الأعمال اليومية طبعا تكون مرتبة. بداية اليوم نكون في اجتماع صباحي نجتمع فيه برؤساء الأقسام في الدائرة، نستعرض الإنجازات التي قاموا بها باليوم السابق، نستعرض ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية المكلفين بمتابعتها وإنجازها من وزارة الصحة الفلسطينية. أثناء عملنا نقوم بزيارات ميدانية للمراكز يعني بواقع مرتين أسبوعيا. قصد تكليفنا في هذا المنصب كان طبعا بقرار من عطوفة وكيل وزارة الصحة ومدير عام الرعاية الأولية. عندما يعني طرحوا علي الموضوع التكليف، طبعا يعني كنت أنا سعيدة بثقتهم بي ومتخوفة قليلا من يعني صعوبة المسؤولية، يعني لكن ثقتهم الكبيرة في كسيدة وكطبيبة أن أكون أشغل هذا المنصب الذي لم تشغله سيدة من قبلي كان دافع لي وتحدي كبير. قلت يجب أن أخوض التجربة وأثبت لمن وثقوا في أن أكون على قدر المسؤولية. طبعاً هذه من ضمن التحديات، إنه
يعني أرأس دائرة يكون فيها رجال ونساء، بعضهم إن لم يكن أغلبهم أكبر مني سنا. هذا تحدي أيضا من ضمن التحديات، لكن يعني بواقع الخبرة العملية والقدرة على قيادة الموقف نصل لمرومنا يعني.